السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، يا رب تكونوا دايما بخير. تحديث لحظي لاسعار صرف الدولار والعملات ليوم الاحد 11/8/2024 من قناتي انا وحياتي، فضلا منكم اخواتي وتكرم اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. الدولار ولع في السوق السوداء والبنوك. اسعار صرف الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء، سجل الدينار الاردني اليوم في السوق السوداء 70.73 جنيه، سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء 132.85 جنيه، سعر الريال القطري اليوم في السوق السوداء 13.74 جنيه، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء 130.07 جنيه، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء 63.54 جنيه، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 163.71 جنيه. حضراتكم ملاحظين ارتفاع في جميع العملات، سعر الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء 12.63 جنيه، سعر الريال السعودي 13.54 جنيه، سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء الشراء سجل 50.07 جنيه والبيع سجل 50.57 جنيه. بشكركم اخواتي، بتمنى لحضراتكم الخير كله يا رب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.